يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في فقرتنا الطبيه طبيبك. وزي ما اشار زملائي رح نتحدث بموضوع مهم، مكملين معكم بشهر نوفمبر شهر التوعيه بمرض السكري. رح نتحدث اليوم بموضوع قدم السكري اللي هي احدى مضاعفات مرض السكري، نتحدث عن اعراضها واسبابها مع ضيف اللي بيسعدني ارحب فيه الاستاذ رشيد تيم، رئيس قسم القدم السكري في المركز الوطني. يسعد صباحك يا استاذ واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم صباح جميع مشاهدينا الكرام. بداية أحب أن أنوه لموضوع الأمراض المزمنة والتعامل معها، حيث هناك كانت تعليمات واضحة من معالي وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة ومدير عام الرعاية الصحية الأولية الدكتور كمال الشخرة، حيث أولوا اهتمام كبير في موضوع الأمراض المزمنة ومنها مرض السكري ومرض القدم السكري. في الآونة الأخيرة شهد تطور كثير في تحسن نوعية وجودة الخدمة المقدمة للمريض على مستوى محافظات الوطن. استاذ رشيد، لما نتحدث عن القدم السكري مش الكل بفهم ايش يعني القدم السكري او ما هي مضاعفاته. دائما بتم في عنا بصير لبس بين الغرغرينه وقدم السكري، نوضح ما هي قدم السكري فعليا. جينا لموضوع القدم السكري كمصطلح قدم سكري. القدم السكري هي قدم كل مريض سكر، كل مريض مصاب بالسكر. معرضه بتكون للالتهاب، معرضه لانه يصير فيها عدوى نتيجة فقدان التأثر العصب نتيجة الإصابة بالسكر أو تأثر الدورة الدموية. هذا بشكل عام موضوع القدم السكري. نتحدث عن المدة الزمنية. في عنا دائما نحكي صورة عامة أنه القدم السكري يصاب فيها مريض السكري بعد فترة طويلة من الإصابة بمرض السكري، بعد 10 سنوات أو 12 سنة. لكن أنت حكيت لي أنه هي مجرد الإنسان ما يصاب بالسكري من أول يوم هو معرض للقدم السكري، تصبح إجره يعني هي قدم سكري فعليا. مجرد المريض أصبح مريض بالسكر هو مريض بالقدم السكري، ولكن بدرجات. القدم السكري ممكن يتعرض المريض في بداية الإصابة أول سنة أو شيء لجرح معين، لحرق معين. هنا دخلنا في موضوع أنه صار جرح قدم سكري. إيش بنتحدث عن فقدان الإحساس؟ حكيت لي أنه فعليا إيش بصاحبها يعني هلا صار في عنا مشكلة بالأوعية الدموية بسبب مرض السكري، عدم وصول نحكي السكر أو ارتفاع نسبة السكر، بصير في عنا فقدان للإحساس، بصير مريض السكري ما بحس بإجري. إيش اللي بصير فعليا أستاذ؟ هلا من أسباب القدم السكري هو السبب الرئيسي وجود المرض السكري نفسه اللي بيأثر على الدورة الدموية على الأعصاب الطرفية، بتضر العصب الليف العصبي. فبصير نتائج الضرر اللي صار في الدورة الدموية والعصب، بصير عندنا مضاعفات القدم السكري. اللي هي يعني هل المريض أستاذ بصير إنه غير قادر على تحريك أقدامه، ولا فقط هو الإحساس بالبرودة والدفء؟ إيش بالضبط؟ المريض بحرك الأقدام عادي، بس هو بصير عنده فقدان في الإحساس، بصير يفقد الشعور. ببطل قابل يحس بالحرارة بالبرودة، ممكن أي شيء في الأرض يخبط عليه ما يلاحظ أنه خبط على شيء حاد أو أي شيء. مصاب قدم السكري يعني أنا هل فقدان الإحساس بصل لهي الدرجة؟ بنسمع أنه ممكن أن يصاب بمسمار مثلا وما يكون يقعد فترة بإجره ما يكون حس، هل هالدرجة بيكون فقدان الإحساس ومن أول يوم أستاذ، ولا لا بعد فترة زمنية؟ هذا فقدان الإحساس بيجي مع الفترة الزمنية. تمام. هلا شفنا كتير حالات كان مرضى كتير داخل أجسام غريبة في أقدامهم، هو مش ملاحظ الموضوع ورجله عم بصير فيها التهاب، بصير فيها صديد وهو مش عارف شو الموضوع. يوم أجى المريض وصل لعنا وتم تصويره، طبعا أنا بالمركز الوطني في الأمراض الجلدية والمزمنة، بتم متابعته وتشخيصه. من خلال التصوير ظهر أنه يوجد جسم غريب داخل القدم. هون احنا بندخل في آلية التعامل مع المريض، التصوير الطبي، التحاليل الطبية، توجيه المريض إلى العظام، إلى الأوعية الدموية. كل مريض نتعامل معه بناء على الحاله اللي جاي فيها. صحيح. نتحدث عن اسباب قدم السكري، حكينا انه هو مضاعفات مرض السكري، لكن نتحدث عن اسبابه ايش اللي بيصير فعليا، اعراضه كيف انا ممكن يعني مش كل شخص، انت حكيت لي هو كل مريض سكري هو مصاب بقدم السكري، لكن ما هي الاعراض اللي ممكن ضروري نتوجه فيها للعلاج؟ وممكن مثلا اخصائي قدم السكري ما كان متوفر فعليا في السابق كما موجود حاليا، ففعليا نتحدث عن هذا الموضوع. هلا انت بدك اي مريض بيجيك لازم مريض السكري مجرد الإصابة بالسكر مهما كان عمره لازم يتم متابعته مع عيادة القدم السكري والسكري بشكل عام. نوضع له برنامج فحص دوري للقدم السكري. الفحص هذا من خلال الفحص احنا بندل إذا صار عند المريض مضاعفات القدم السكري أو لا. إيش الأعراض؟ الأعراض بيجي المريض هي فقدان الإحساس كامل، يكون فاقد يا جزئية كامل. اثنين، بيكون عندنا إحمرار في القدم، انتفاخ، تغير لون الجلد بشكل عام، تقرحات. هاي هي الأعراض تاعت القدم السكري بيجي فيها المريض.
ألم عصبي شديد في القدمين. كيف ممكن يعني في ناس بتكون عندها مشاكل بالأوعية الدموية لها علاقة بانسداد الأوعية الدموية، كيف ممكن المريض يميز هل هو أنه مشكلته قدم سكري ولا هي مشكلة في الأوعية الدموية عدم وصول الدم؟ يعني في ممكن تشابه بالأعراض اللي هي الثقل، عدم الإحساس، ممكن برضو البرودة أو مثلا درجة الحرارة، فكيف ممكن إحنا نميز؟ إحنا بشكل عام المرض السكري بيعمل مضاعفات في الجسم، في عندنا مضاعفات رئيسية أول العيون، بيأثر على العيون، على القلب، على الكلية، وأيضا على القدمين. هل التأثير على الأوعية الدموية بيعمل زيادة السكر في الدم أو عدم السيطرة على سكر الدم، بيؤدي إلى مضاعفات في الدورة الدموية اللي بتؤدي إلى تلف في الشرايين القدمين، تصلب وتضيق الشرايين. مجرد ما صار التصلب وتضيق الشرايين بيدخل المريض عندنا في مرحله القدم السكري. مرحله القدم السكري نتيجه نقص التروية والاكسجين للانسجه. امتى بصير في عندنا مضاعفات استاذ؟ كثير بنسمع عن جرغرينا، بنسمع كثير عن بتر مثلا ساق مريض سكري. امتى ممكن نوصل لهي الحاله وبدنا نقدم بعد ذلك بعض النصائح لعدم وصول الى هذه الحاله وهي المضاعفات؟ اي مريض يصاب بتقرح، في بعض المرضى بيصاب بتقرح هو مش عارف انه عنده تقرح لانه فيش احساس. طب ايش التقرح استاذ؟ التقرح هلا بينتج هل هو اهمال، هو بسبب مثلا السكري، يا اما سبب ارتفاع السكر وعدم السيطره على السكري، هذا واحد. اثنين سبب ميكانيكي من الخارج، ضربه، تروما، اي شيء، او سبب حراري. يعني المريض تعرض لمصدر حراري اللي هي الحروق بشكل عام، فنحكي عنها، هاي بتسوي القدم السكري، بخلي المريض يدخل في المضاعفات. بيدخل المريض في المضاعفات اذا ما زار عياده القدم السكري، إذا ما تابع أمور الجرح الموجود عنده ممكن يصير عندنا إنفكشن، التهاب معين، التهاب بيوصل إلى مراحل معينة سواء غرغرينا أو التهاب بشكل عام في عظام القدمين. إيش اللي بيكون فعلياً صاير أستاذ ليضطر الطبيب لبتر الساق؟ هل هي ممكن أنه كل الخلايا مثلاً أو ممكن تسبب تسمم أو انتقالها، فإمتى ممكن نوصل لهي المرحلة؟ هلا تقريبا عملية البتر كانت في السابق موجودة بكثرة، اليوم تقريبا يعني كيف نسبتهم استاذ؟ بشرى لمرضانا يعني جميعا انه عملية البتر ممكن نتجنبها بنسبة 85% اذا اتبعنا تنظيم السكر بطريقة سليمة، متابعة عيادة القدم، فحص القدم باستمرار، المريض عليه واجبات واحنا كمان بنكمل. ما هي العلاجة المقدمة لقدم السكري؟ العلاج كثير بنشوف يعني صور بناس بتكون عندها تقرحات. العلاج يعتمد على نوع التقرح، لما بيجينا مريض على عيادة القدم السكري احنا بنقيم هل هذا التقرح ناتج عن تقرح عصبي او دورة دموية. في كل واحد له تفرع في العلاج، اذا كان عصبي ممكن كيف بيتم تشخيصه او كيف ما هي الفحوصات اللي بتم اجراها؟ في العيادة عندنا موجود فحص عصب، فحص اوعية دموية وتقييمها باستمرار. من شكل الجرح ممكن نعرف شو هذا الجرح الموجود. هلا اذا طلع جرح عصبي نتبع الاجراء الروتيني اللي هو الغيار على الجرح، تنظيف الجرح بمحلول معقم والغيار عليه باستمرار، استخدام احذيه معينه لتخفيف الضغط الميكانيكي على منطقه الجرح، لانه المريض اهم شيء في موضوع القدم السكري المريض يخفف ضغط على القرحه. المريض بضل يمشي على القرحه تاعته حضل تتوسع. يعني احنا ممكن نقدم لهم انه يخفوا او رفع الاقدام يعني للناس اللي عندها مثلا مشكله. المشكله هذه الجزئيه في موضوع الدوره الدمويه، المريض عنده مشكله في الدوره الدمويه بنطلع هلا بنعطيه نصائح انه دائما يريح قدمه يرفعها في البيت، يعمل تمارين الاوعيه الدمويه للقدمين. اذا كان مشكله في الاوعيه الدمويه هون نحن نعمل تحويل للمريض. نوجه المريض باتجاه أخصائي الأوعية الدموية لعمل قسطرة أو شبكيات أو فتح الشرايين أو ما شابه، في حال كان تسكيرها له علاقة تسكير عن طريق الدورة الدموية. أستاذ يعني هلأ إحنا فصل الشتاء بتبلش درجة الحرارة بالانخفاض، بنحس أنه الكل كل إنسان فينا ببردها بتتجه إلى وسائل التدفئة. نحكي عن موضوع الأشخاص المصابين بالقدم السكري ومدى خطورة مثلا يعني الشخص اللي عنده فقدان الإحساس لوسائل التدفئة وما هي مضاعفاتها، حابين شوي نقدم نصائح للمرضى والسلام طبعا للجميع. اخيرا نقدم نصائح لمرضى السكري بشكل عام، هو الشيء اهم شيء انك تسيطر على السكر تاعك، صاحب مرضك عشان انت تسيطر على كميه السكر في الدم من خلال يعني ممكن الغذاء والادويه. نعم، وممكن التغذيه من ناحيه نمط الحياه السليم، الغذاء السليم، الرياضه، النشاط البدني، هذا كله يتب طبعا متابعه عياده السكري ضروري جدا. اثنين على موضوع الشتاء وبزيد عندنا مشاكل الدوره مشاكل القدم السكري، ايش اللي بيصير فعليا يعني لما قدم ايش بيختلف الانسان الطبيعي عن يعني الانسان المصاب بقدم السكري؟ ليه بيصير في عنده مضاعفات وسيلة التدفئه؟ يعني مرضانا في السكري هم اعمار شوي كبيره كمان، في اطفال الاول
ببرد المريض في الميكانيزيت الجسم بيصير عنده برد شديد بده يدفي حاله بيقرب الصوبه او المدفع لعند قدميه وهو عنده فقدان هي موجوده عند الجميع استاذ يعني الكل هو بحاول اصلا عنده هو عنده فقدان في الاحساس في القدمين فممكن يصير حروق وجتنا حروق شديده انه صارت قدم المريض سوده كامله وهو مش عارف انه انحرقت رجله وهي مشكله فبننصحهم فصل الشتاء الابتعاد عن التدفئه 3 متر على الاقل أو يدفي الجو اللي هو موجود فيه ما يدفي رجليه مباشرة لأنه هذا خطر وهذا بعرضه يصير عنده مجرد من حرق المريض ممكن يصير غرغرينا دايركت ممكن يصير بتر ويصير مشاكل أكبر منه. هي فعليا كمان حابين نقدم نصيحة لبعض الأشخاص السليمين هاي العلامات اللي بتظهر عشان هي حروق للشرايين صحيح؟ حروق للجلد والقدم بشكل عام فبتأثر على الشرايين بتأثر على كل شيء ممكن توصل الحروق لمساحات أكبر وتضم الأنسجة والعظام والأوعية الدموية طبعا نتمنى السلامة للجميع الأستاذ رشيد تيم رئيس قسم القدم السكري في المركز الوطني بشكرك طبعا على كل هاي المعلومات أهلا وسهلا نورتنا السلامة للجميع إن شاء الله طبعا إن شاء الله وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقرتنا الطبية تحدثنا فيها عن القدم السكرية كمان مرة بنحب نقدم نصيحة للجميع خاصة هلا فصل الشتاء وتوفر وسائل التدفئة الابتعاد سواء للمصاب أو غير مصاب الابتعاد عن وسائل التدفئة لأنها ممكن تأثر على الأوعية الدموية السلام للجميع واستنونا فقرات طبية جديدة وعودة لكم زملائي ويسعد صباحكم يسعد صباحك يسعد صباحك نادين يعني بتخيل في جزئية كتير مهمة هو أنه مريض السكري بيخاف من أنه يصير في عنده اللي هي لسعات البرد أو الحروق بالقدم بسبب البرد أنه تتجمد الشرايين من جوا أو كذا فبيحاول أنه يدفي حاله أكثر لأنه هو أوريدي مش حاسس بهاي المنطقة لا هو فقط يدفي الجو بدون الاقتراب الجو المحيط في غرفة البيت يلبس أواعي يغطي حاله حذر شديد والتزام شديد طبعاً. خصوصا القدم وشوف الموضوع كله هذا بس عن القدم فما بالك عن باقي طبعا الجسم صحيح أتمنى تكون الرسالة والنصيحة وصلت أستاذ عبر شاشتنا شكرا لك لتواجدك معنا شكرا نادين مرة ثانية يسعد صباحك